بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. إن شاء الله بإذن الله تعالى هكون معاكم النهاردة في ورشة صغيرة أو محاضرة بسيطة بإذن الله تعالى كده عن المواطنة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي. خلونا نبدأ فورا كده، والناس إن شاء الله بإذن الله تعالى بس تركز معايا، وهسيب مجال للأسئلة عشان لو في حد عنده أي تساؤل في آخر المحاضرة بإذن الله تعالى، وطرق التواصل معايا وكل شيء، يعني هريحكم في كل شيء ان شاء الله. بس خليكم كده كلكم اذان صاغيه لمده بسيطه بس كده ان شاء الله، يعني نتكلم عن الموضوع ثم ننطلق في النقاشات او في اي شيء تحتاجوه باذن الله تعالى. تمام كده. في البدايه طبعا انا طبعا بنقول بسم الله، في البدايه طبعا بشكر مبادره العطاء الرقمي ووزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات لاستضافتي في هذه المحاضره، وان شاء الله تكون المحاضره بسيطه باذن الله تعالى. ده تعريف بسيط عني. أنا اسمي الدكتور محمد شوقي شلتوت، أنا أستاذ مشارك في تكنولوجيا التعليم واستشاري التعليم الإلكتروني والفنون البصرية واليو اكس. عندي عدد من الشهادات وعندي عدد من الأبحاث، إن شاء الله تقدروا تطلعوا على كل التفاصيل بإذن الله تعالى عن طريق الكيو آر كود اللي موجود قدام حضراتكم على الشاشة، تعرفوا كل تفاصيل أبحاثي والكتب الخاصة اللي أنا مألفها وشهاداتي وكل التفاصيل بإذن الله تعالى. وأيضا السوشيال ميديا وقناتي على اليوتيوب، أنا صانع محتوى، عندي قناة على اليوتيوب في دمج تكنولوجيا التعليم بالفنون البصرية وتأثيرها في التعليم لبرامج كتير وحاجات كتير تقدروا تطلع عليها. خلونا نتوكل وننطلق على بركة الله في محاضرتنا النهاردة بإذن الله تعالى في إيه اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة في محاضرة المواطنة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي. في ثلاث امور او ثلاث محاور هنتكلم عليهم، وبحاول الخصهم علشان المحاضره ما تبقاش ممله وما يبقاش فيها كلام كتير قد ما يبقى فيها التفاصيل بتاعتنا باذن الله تعالى. هنتكلم اول حاجه المواطنه الرقميه قبل وبعد الذكاء الاصطناعي، ودي نقطه مهمه جدا علشان بعض الناس تستوعب ان المواطنه الرقميه ليست وليده اللحظه، إنما هي من فترة طويلة بنتكلم عليها، من 2014 أو قبل 2014، من 2011 كمان المواطنة الرقمية موجودة، بس بدأ يتغير الأمور بتاعتها، وده اللي هنتكلم عليه في أول جزئية عندنا في المواطنة الرقمية قبل وبعد الذكاء الاصطناعي. تاني حاجة هنتكلم عليها أو المحور التاني بتاعنا الخصوصية والأخلاقيات في عالم الذكاء الاصطناعي أو في عصر الذكاء الاصطناعي، وإيه اللي أثره على المواطنة الرقمية، وإيه اللي مفروض ننتبه ليه الفترة القادمة إن كنا بقى معلمين أو أعضاء هيئة التدريس أو طلاب أو أولياء أمور كمان، مفروض ننتبه ليه علشان الدخول في عالم الرقمي وفي السوشيال ميديا وغيره من الأمور دي. وآخر حاجة مستقبل الذكاء الاصطناعي ودور المواطن الرقمي وكيفية يعني السير مع الركب الخاص بمستقبل الذكاء الاصطناعي والظهور للمستحدثات الجديدة في عصر الذكاء الاصطناعي. خلونا نقول بسم الله في أول محور، إيه اللي هنتكلم عليه في أول محور، وإيه اللي هنبدأ نشرحه، وإيه اللي هنبدأ نفكر فيه سوا. إحنا هنتكلم على محورين. في المحور الأول المواطنة الرقمية قبل وبعد الذكاء الاصطناعي. قبل الذكاء الاصطناعي هنتكلم على تعريف المواطنة الرقمية، محاور المواطنة الرقمية، وأكيد حضراتكم أو عدد كبير من الحاضرين عارفها أو حضر محاضرات سابقة في المبادرة الخاصة بالمواطنة الرقمية اللي كانت تقودها مبادرة العطاء الرقمي، بس أنا هتكلم عليها بشكل يؤهلني أو يدخلني للمحور الثاني اللي هو المواطنة الرقمية بعد الذكاء الاصطناعي. إيه الذكاء الاصطناعي وهو وصلني لإيه، وإيه اللي أنا لازم أنتبه ليه الفترة القادمة. فخلونا نشوف كده تعريف بسيط عن المواطنة الرقمية ومسميين مهمين جداً لازم نعرفه. المواطنة الرقمية هو طريقة في التفكير في التقنيات الرقمية. بمعنى إيه؟ بمعنى الطريقة بتاعت التفكير دي أنا بفكر إزاي أركز على كيفية استخدام التكنولوجيا بشكل ملائم ومسؤول، وليس على التركيز في وظيفة التكنولوجيا أو مهامها. يعني المواطنة الرقمية مش بتركز لي على المهام بتاعت التكنولوجيا دي بتعمل ايه او وظيفتها، هي بتركز لي ازاي انا اتعامل مع هذه التقنية او مع هذه التكنولوجيا. تمام كده، واركز عليها، ابقى مسؤول في التعامل معها، تبقى ملائمة ليا، تبقى ملائمة لاطفالي، تبقى ملائمة لطلابي. كل هذه الامور هي تركيز المواطنة الرقمية. وتعريف المواطنة الرقمية ده من قديم زي ما بقول لكم، وكان ليا فضل، يعني ده فضل من عند ربنا، انا مقدم كورس كامل عن المواطنة الرقمية
في 2015 موجود على القناه، والار كيو كود عشان لو عايزين تتفرجوا اكتر من حاجه و40 محاضره عن المواطن الرقمي. تمام، افرزت المواطن الرقميه من قديم الازل اللي قسموا مستخدمي التكنولوجيا لمسميين، والمسميين دول مهمين جدا. المسميين دول مهمين جدا، لازم نفهمهم. اللي في حاجه اسمها المهاجرين الرقميين والمواطنين الرقميين، كل ده مقدمه للي جاي. فاحنا لازم ناخد الناس كده خطوه بخطوه زي ما بيقولوا في الكوره كده، عشان ما يحصلش اي شد عضلي، تسخين للموضوع. المهاجرين الرقميين والمواطنين الرقميين في العالم الرقمي، احنا دلوقتي كلنا اصبحنا في العالم الرقمي، تمام؟ ولكن تعاملنا مع التكنولوجيا ليه معايير معينه، او تعاملنا مع التكنولوجيا ليه تصنيف معين، والتصنيف ده مش انا اللي حاطه، التصنيف ده محطوط من 2001 لواحد اسمه مارك. مارك قسم مستخدمي التكنولوجيا لمهاجرين رقميين ومواطنين رقميين. المهاجرين الرقميين اللي هم الناس الجديدين على الوسط التكنولوجي ولم ينشأوا مع التقنيه، اللي هم سنهم يعني كبير شويه، اللي ظهر الكمبيوتر في اواخر ايام دراستهم او بعد تخرجهم بداوا يتعلموا الكمبيوتر، مش زي ولادنا وطلابنا حاليا اللي هم المواطنين الرقميين. ودي اشخاص يفعون اللي هم ترعرعوا مع التكنولوجيا مع التقنيه. ولو حضرتكم لاحظتوا الفتره الماضيه، من يومين مع ظهور نظاره ابل للواقع الافتراضي الخاصه بنظاره ابل، بدانا ننغمس اكتر في العالم الرقمي، واصبح بقى خلاص اصبحنا حتى المهاجرين الرقميين دلوقتي بداوا يتدربوا اكتر، بداوا ينغمسوا اكتر في التكنولوجيا، واصبح ما بقاش بالسن او غيره. فالتقسيمة دي المستخدمي التكنولوجيا دي لما كنا بنتكلم عليها 2015 كان في ناس ظاهره بالفعل هي لسه في الحداثه مع التعامل مع التكنولوجيا، حاليا حتى كبار السن اصبح التعامل معاهم في التكنولوجيا اصبحوا منغمسين. بس هم الفرق بيننا بين الناس كبار السن وبين اطفالنا وشبابنا، هم ترعرعوا بيلعبوا الجيمز بيلعبوا البلاي ستيشن، فاصبحوا هم المواطنين الاصليين للعالم الرقمي. عشان كده المواطنه الرقميه قسمت العالم الرقمي كانه دوله واحده، اصبح ليها مواطنين اصليين اللي هم المواطنين الرقميين، واصبح مهاجرين اللي هم لسه بيتدربوا او لسه ما لم يتعرعوا في التكنولوجيا. فده تعريف المواطنه الرقميه سابقا قبل ظهور الذكاء الاصطناعي وقبل ما نشوف الطفره الكبيره الخاصه بالذكاء الاصطناعي. ووصلتنا المواطنه الرقميه سابقا الى مجموعه محاور بدأنا النادي بيها، القائمين على التعليم والقائمين على الأمن السبراني والقائمين على التكنولوجيا، بدأوا ينادوا بمجموعة محاور اللي هي محاور المواطنة الرقمية التسعة. دول تسعة محاور، بعض المراجع صنفتهم لتسعة محاور وبعض المراجع صنفتهم لستة أو دمجت بعض الحاجات فيهم، وهشرحهم سريعا برضو علشان كل ده ينقلنا لعصر الذكاء الاصطناعي ونفهمه. احنا سابقا من 2001 ومن بعده في 2015 لما قدمنا الكورس كنا بنتكلم على مجموعة محاور لازم نتعرف عليها ثقافيا ونفهمها، ثم نبدأ ناخد حذرنا في بعض الأمور منها كقائمين على العملية التعليمية وكأولياء أمور، لازم ناخد حذرنا منها ولازم ننبه على بعض المخاطر الخاصة بيها وعلى بعض المميزات، بداية من الوصول الرقمي. وكان ايه؟ انا هشرح كل واحده بشكل مبسط، وزي ما قلت لكم لو عايزين تفهموا الموضوع اكتر واكتر باذن الله تعالى الار كيو كود للكورس كامل، الكورس مجاني، هو كود معاه منصه رواق سابقا وموجود نسخه كامله دلوقتي على القناه الخاصه بيا في اليوتيوب، فتقدروا تتفرجوا عليه بشكل تفصيلي، بس احنا هنتكلم عليه. كان بدايتنا في انطلاق المحاور والمواطنه الرقميه علشان تبقى مواطن في العالم الرقمي اللي انت تقدر توصل رقمي. الوصول الرقمي يعني ايه؟ الوصول الرقمي يعني انا هتعامل مع السوشيال ميديا، هتعامل مع الايميل، هتعامل مع ويب سايت معين، هتعامل مع خدمه معينه، لازم عندي الاجهزه والامكانيات التكنولوجيه اللي توصلني وصول رقمي، كاجهزه بقى لابتوب، اجهزه كمبيوتر عاديه، بي سي، الاتصال بالانترنت، ده كله وصول رقمي. ودي كانت عندنا مشكله سابقا، حاليا حلت. ليه؟ بقت اصبحت البنيه التحتيه موجودة، بقت محدثة لدخول الانترنت السريع، أصبح دلوقتي الانترنت الهوائي وغيره من هذه الأمور، كل الحاجات دي أصبح الوصول الرقمي للعالم الرقمي أو الدولة الرقمية كمواطنين رقميين فيها نقدر نوصل لها. ودي كانت أزمة زمان، حاليا أصبح الأمور بسيطة وسهلة.
الاجهزه بقت رخيصه، اجهزه اللابتوب وغيره، ودخول الانترنت والاشتراك فيه اصبح رخيص او في متناول الايد، عشان بعض الدول هيقول للناس اللي احنا لا الكلام ده مش صحيح، بعض الدول غالي. هو مش غالي قوي مقارنه سابقا في بدايه ظهور الانترنت وغيره، اصبح في متناول الايد، اللي تقدر تدخل تقدر تشترك في باقه معينه، تقدر تشتري جهاز، يقدر عن طريق الدخول. ما كانش يعني سابقا كان الدخول عن طريق اللابتوب بس او الكمبيوتر، دلوقتي اصبح عن طريق التليفون الموبايل او الجوال او غيره من هذه الامور. فدي اول حاجه عندي في الوصول للرقم. طبعا المحاور مش بالترتيب، عشان بعض الناس هتقول لي هو انا لازم انفذ المحور الاول عشان افهم الثاني. طبعا المحور الاول ده اساسي، ما ينفعش اشتغل على اي محور واتعلمه وافهمه واتعامل معاه الا لما اكون عندي وصول رقمي. وصول رقمي يعني ايه؟ يعني عندي البيزك الاساسي. البيزك الاساسي هو ايه؟ عندي انترنت وعندي هاردوير او ديفايس معين اقدر ادخل بيه في العالم الرقمي، موبايل او لابتوب او تابلت او سي اي شيء، او نظاره من النظارات الحديثه حاليا، يعني كل الامور دي. فدي النقطه المهمه. تمام، اصبح بقى من المحاور المهمه دلوقتي واللي ظهرت سابقا، انا بتكلم على ما قبل الذكاء الاصطناعي. سابقا كنا بنتكلم على التجاره الالكترونيه. ايه هي التجاره الالكترونيه والبيع وغيره؟ ودي كانت طفره في 2001 و2015 كمان، ما كانتش بالظهور الحالي. الظهور الحالي دلوقتي اصبحت التجاره الالكترونيه فيها طفرات وفيها امور كبيره جدا، وده اعقبها حاجات كتير. اعقبها حاجات كتير ايه؟ اعقبها عندي بقى عندي في امن رقمي، في عندي حقوق ومسؤوليات في المحاور، في عندي قانون رقمي ليها عشان ينظم التجاره الرقميه وينظم الامن الرقمي في الشراء والبيع، في تعاملي في الكريدت كارد، في تعاملي في البيع والشراء في الفلوس المحوله وغيره. وفي حقوق ومسؤوليات، انت لما هتدخل تشتري مفروض تتاكد من ايه، وايه مسؤولياتك تجاه الموقع بتاع التجاره الرقميه. فاصبحت المحاور دلوقتي كلها مش زي الاول، كانت المحاور دي منفصله وتظهر سابقا، حاليا اصبحت المحاور كلها تذوب في بعضها البعض. يعني ما يعني انا لما نيجي نعمل دلوقتي نقول يلا هنعمل بحث عن المواطنه الرقميه ونقسم المحاور بالشكل التفصيلي زمان، تمام كده، فلا اصبح دلوقتي لا، اصبح كله يغوص في بعضه. انا عشان اوصل رقميا لازم افهم هوصل ازاي، ايه المواقع اللي انا هتعاملها، وبالتالي لازم ادرس امن رقمي او السايبر سيكيورتي، لازم افهم القانون الرقمي. لو انا عملت تنمر على حد على السوشيال ميديا او شتمته، في قانون يحكمنا دلوقتي مش زي الاول. لو بعت رساله مسيئه على الواتساب، في قانون يحكمنا. ايه الحقوق والمسؤوليات اللي مفروض عندي اللي انا انظر ليها وغيره من هذه الامور؟ ايه قواعد السلوك الرقمي؟ اصبح دلوقتي قواعد السلوك الرقمي مهمه، اصبحت المواقع بتحط قواعد سلوك رقمي لاستخدام الموقع بتاعها، لاستخدام الخدمه، لاستخدام الابلكيشن، تمام كده. كل هذه الامور اصبحت تغوص في بعضها. ظهر لنا حاجات تانية من المحاور، ودلوقتي بدأت تغوص الصحة والرفاهية الرقمية. الصحة والرفاهية الرقمية اللي أنا جلوسي قد إيه، صحتي في تعامل مع الأجهزة. الأجهزة أصبحت سابقا، إحنا كنا يعني أنا من الناس القديمة أيام ما كنا بنشتري البي سي العادي والشاشة العادية، وكنت بجيب لها بنجيب لها فلتر، معرفش في ناس في سننا كنا بنجيب لها فلتر زي شاشة زجاج كده تتحط علشان الشاشة ما كانتش معالجة وتأثير النظر. دلوقتي اصبحت الشاشات الخاصه باللابتوب واصبحت الشاشات الخاصه بالبي سي بتساعد على الصحه الرقميه دي، علشان تساعد على عدم اصابه اي شخص باي مشكله. فاصبحت المحاور دي انا شايفها دلوقتي اصبحت هي كتله واحده بسبب تداخل التكنولوجيا وبسبب الامور المختلفه، وده اللي احنا كنا بننادي عليه في 2015. يعني انا بكلمكم ده انا جاي لكم من قديم الازل في الكورس اللي قدمناه في 2015، كنا بننادي عليها ايه المساوئ وإيه اللي مفروض ينتبه لي أولياء الأمور والمعلمين وأعضاء التدريس في المدارس لكل هذه الأمور، علشان يثقفوا طلابهم، علشان ينبهوهم على المشاكل اللي بتحصل. حالياً إحنا أصبحنا دلوقتي أمام شكل جديد بقى، شكل جديد اللي كل هذه المحاور التسعة أصبحت تغوص في بعضها بسبب ظهور الذكاء الاصطناعي، وهو ده اللي هينقلنا للمحور الثاني، المواطنة الرقمية بعد الذكاء الاصطناعي. إحنا عرفنا المواطنة الرقمية قديماً دلوقتي، واتكلمنا عليها مع بعض سريعا كده، وفهمنا المحاور بتاعتها. وزي ما قلت لكم لو انتوا عايزين تفهموها اكتر وتشوفوا الفيديوهات القديمه، ممكن عن طريق الار كيو كود ده على القناه تتفرجوا على الفيديوهات. علشان انا اتعرفت على المواطنه لازم اتعرف على الذكاء الاصطناعي. انا عارف ان بعض الناس عارفاه
وخلاص بدأت تستعمله وغيره وغيره. بس خلينا نذكر بعضينا، هو ايه الذكاء الاصطناعي اللي كل الناس بتنادي بيه وكل الناس عامله فيديوهات عنه وكل الناس بتشتغل فيه دلوقتي وبتقول لك هيلغي وظائف معينه، ده مش بيعمل كذا، ده بيعمل كذا، والحاجات دي كلها. خلونا نعرف الذكاء الاصطناعي بشكل عام، ثم بالشكل اللي احنا بنعيشه حاليا. الذكاء الاصطناعي بشكل عام هو احدى فروع علم الحاسوب او الكمبيوتر ساينس، وهو عباره عن ايه بالشكل المشاهد لينا. انا مش هدخل في الديتيلز الخاصه بالكونسبت بتاعه بقى تفصيليا وتعريفيا علميا، ليه؟ علشان لو تعريفيا علميا هربطه بعلوم اخرى وحاجات تانية. لا، احنا هنشوفه دلوقتي بالنظر لاكثر التطبيقات، يعني هنعمل تحليل كده سريعا، وعايز حضراتكم وانتم بتسمعوني دلوقتي حللوا في الحاجات اللي انتم شفتوها، تمام كده، او اللي انتم عايشينها دلوقتي هتفهموا التعريف صح. تمام، التعريف هو انظمه تستخدم تقنيات قادره على ايه؟ على جمع البيانات واستخدامها للتنبؤ او التوصيه او اتخاذ القرار بمسؤوليات متفاوته من التحكم الذاتي واختيار افضل اجراء لتحقيق اهداف محدده. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده مهم جدا، علشان التعريف ده هو اللي هيورينا اللي انا اصبحت حاليا مواطن رقمي بشكل مختلف عن الكمبيوتر وعن الحاجات القديمه. انا اصبحت مواطن رقمي، كل معلوماتي حاليا اصبحت مباحه، ودي بقت مشكله بسبب الذكاء الاصطناعي. ليه؟ الذكاء الاصطناعي حاليا بيجمع مننا كلنا البيانات، بيجمع مننا كلنا الصور. وليه؟ علشان هو بياخدها عنده، بيبدا يتنبا ويبدا يوصي ويبدا يتخذ قرار، يعني بيتخذ قرار عننا. شفتوا ازاي المشكله؟ علشان يدي تحكم ذاتي، يقول لك اعمل الوظيفه الفلانيه، انا عايز اعمل برزنتيشن، انا عايز اعمل فيديو، انا عايز اعمل صوت للفيديو ده، انا عايز اعمل خطه. دخلت على شات جي بي تي وقلت له اعمل لي خطه تسويقيه، طب ما انا بدي له البيانات بتاعتي، بدي له فكرتي، بدي له كل الحاجات دي كلها، كل دي علشان يحقق لي هدف معين. وعشان كده حاليا ما نعيشه من التطبيقات المختلفه هي تحت اسم الذكاء الاصطناعي التوليدي، اللي هو بيولد لي محتوى جديد بناء على ايه؟ بناء على تحليل البيانات الموجوده واستخدامها لتوليد مرئيات جديده وتحليل كمان البيانات اللي انا بدخلها. طب دي مشكله. ليه مشكله؟ علشان دلوقتي الكلام اللي احنا كنا لسه بنقوله من شويه عن المواطنه الرقميه والمحاور المختلفه بتاعتها بقت مختلفه. مختلفه ليه؟ مختلفه بسبب اختلافي في التعامل مع التكنولوجيا. انا لما كنت زمان بدخل على موقع خاص بالبيع، خاص بالشراء، خاص بكذا خاص بكذا، كان كل اللي بيطلبه مني سجل اليوزر نيم والباسورد بتاعك وممكن الكريدت. وكنت زمان وكنا بنعمل حاجه اللي احنا نعمل كريدت ما فيهوش فلوس، اللي هو بيتشحن بمبلغ اللي هو بتاع الشراء عشان ما يتسرقش. طب دلوقتي ما اصبحش هو يوزر نيم وباسورد بس اللي انا بعبيه جوه الموقع، اصبح الامور اللي انا ببدا اتكلم معاه زي ما بنعمل كده، زي بنقول ايه، احنا اصدقاء مع بعض وكل واحد عارف سر صديقه او عارف الموضوع اللي هو هتنصحه بيه. يعني انت رحت لصديق او رحت لصديقه وقلت لها انا عايزك تنصحيني في الموضوع الفلاني، مطلوب منك ايه؟ مطلوب تحكي تفاصيل الموضوع الفلاني، علشان بناء عليها هي هتديكي الراي وتديكي الموضوع. الذكاء الاصطناعي بيعيش هذا الامر، فاصبح يتدخل في خصوصياتنا واصبح عارف حاجات كتير عننا، وبالتالي المواطنه الرقميه اصبحت مهمه جدا. ليه؟ مهمه جدا لان الذكاء الاصطناعي والمعلومات وتاثيرها على حياتنا. الذكاء الاصطناعي مرتبط بالمعلومات، ويعني ايه المعلومات؟ يعني مرتبط بتحليلها والتعامل معها وجمعها، بيجمع كل المعلومات حاليا. وقبل ظهور كل اللي انتم شايفينه، الشات جي بي تي والمواقع المختلفه لتصميم الصور والفيديوهات والحاجات دي كلها، الشركات دي كانت بتعمل من فتره يعني كبيره جدا لتجميع كل المعلومات، والمعلومات دي من كتب ومراجع وافلام وغيره وغيره، عشان تغذي بيها الذكاء الاصطناعي علشان يبدا يحلل البيانات ويتعامل معها. فبالتالي اصبح كل المعلومات دي، مش كده وبس، انا اصبحت دلوقتي سلعة. ليه؟ انا بمده بمعلومات جديدة، بمده بمعلومات عن حياتي، بمده بمعلومات عن تاسك معين انا عامله، انا عايز اعمل بحث، انا عايز اعمل فيديو، انا عايز اعمل خطة لحاجة معينة، فبدأت امده بمعلومات. فاصبح التركيز في المعلومات وتأثيرها على حياتنا
في الثلاث حاجات دول اصبح اللي هو اول وظيفه للذكاء الاصطناعي التعلم الالي والتحليل الكبير للبيانات. بيتعلم اليا ازاي؟ يعني هو بيتعلم عن طريق الكميات الهائله اللي عنده من المعلومات اللي موجوده عنده، وبيبدا يعمل جنريت لمعلومات جديده، بيبدا يطلع اتجاهات جديده، يبدا يطلع حاجات فوق الوصف من التنبؤ بتاعنا ومن المعلومات بتاعتنا. فاصبح دلوقتي معلوماتنا ايه؟ زي ما قلت لكم، معلوماتنا اصبحت مباحه ليه بسببنا وليس بسبب شيء، يعني محدش ضربنا على ايدينا، لا احنا اللي بنروح نساله، احنا اللي بنروح نحكي عليه او بنحكي معاه، بنقول له عايزين كذا وكذا، زي ما بحكي مع صديقي او صديقتي. في دلوقتي المعالجه الطبيعيه للغات، وده جزء مهم جدا في تاثيره على حياتنا دلوقتي، اللي اصبح الذكاء الاصطناعي بيفهم ويحلل اللغه البشريه بجميع اللغات المختلفه، وبيجمع المعلومات منها، بينقلها لنص مكتوب، بينقلها ممكن لمحادثه صوتيه او صوت انت بتطلبه بلكنه معينه او باكسنت معين وغيره من الامور المختلفه. الفيرجن الجديد اللي لسه ظاهر ما بقالوش شهر من الشات جي بي تي وغيره، اصبح دلوقتي بيتعرف على الصور، وفي مواقع بتتعرف على الفيديوهات، وفي مواقع بتنشئ لك فيديو من الاول بالسيناريو، تديله السيناريو والحوار، وساعات ما بتديلوش، بتديله الفكره بس، ويبدا يعمل لك كرييت او جنريت لفيديو معين. وده اصبح كده. فاصبح دلوقتي ايه؟ المعلومات، البيانات بتاعتنا هي الازمه دلوقتي، واصبح الذكاء الاصطناعي ينتهك الخصوصيه بتاعتنا بشكل كبير. ومش بقول كده اللي انا بخوفكم منه، لا، هو اصبح بيوفر عليا وظائف كتيره، وبيوفر عليا وظائف خاصه بيا مش وظائف مسمات، يعني بعض التاسكات اللي انا بقوم بيها اللي بتاخد وقت كبير جدا هو اصبح بيختصرها لي في الوقت، بس اصبح اللي انا لازم اهتم بالمواطنه الرقميه جدا في عصر الذكاء الاصطناعي وتاثيره على المواطنه الرقميه في الاربع حاجات اللي قدام حضراتكم. ليه؟ عشان احنا كنا بننادي في 2015 ان المواطنه الرقميه دي مهمه ولازم ينتبهوا ليها جوه المدارس، ولازم يبقى ليها مقررات، يعني كنا بنتكلم فيها من زمان جدا، وعملت يعني فضل ربنا عملت ابحاث فيها ولقاءات وغيره. اصبحت الان مش فكره مناداه فقط، اصبحت الحاجه ماسه من اي وقت مضى. بسبب ايه؟ احنا عندنا دلوقتي سرعه في نمو الذكاء الاصطناعي، ومش بس كده، واختلاف في سلوكيات وتفاعلات المواطن الرقمي او المواطنين الرقميين مع ادوات الذكاء الاصطناعي. في ناس مفتوحه دلوقتي على ادوات الذكاء الاصطناعي، بتديله كل حاجه، ما بتستوعبش كل ده، تمام كده؟ فده لازم نفهمه في الاربع حاجات دول، والاربع حاجات دول اللي هينقلوني للمحاور المتبقيه في محاضرتنا باذن الله. في تغيرات دلوقتي في الخصوصيه والامان او الامن الرقمي في السايبر سيكيورتي، دي مهمه جدا لازم نستوعبها، وده اللي هنتكلم عليه في المحاور الجايه ونبدا نفصل. في فجوه رقميه في الوصول الى التكنولوجيا، الفجوه الرقميه والوصول الى التكنولوجيا، اصبح في فجوه رقميه. فجوه رقميه ازاي؟ ما اصبحتش بس عندي ثقافه اللي انا اقدر افتح الكمبيوتر واقدر ادخل على اليو ار ال بتاع موقع معين، لا، ده في فجوه رقميه اصعب دلوقتي، اللي انا اصبحت محتاج مهارات اخرى افهمها، زي اللي ازاي اصيغ الاوامر الهندسيه او الاوامر الخاصه بالذكاء الاصطناعي، واصبح فيها كورسات دلوقتي. فدي الفجوه الرقميه اللي بنتكلم فيها، اصبح في الوصول للتكنولوجيا دي وفهمها وتعامل معها، اصبح مش معتمد بس على مهارات بسيطه، لا، اصبح اللي انا لازم اعلم مهارات متطوره عشان اعالج هذه الفجوه الرقميه الخاصه بيا. اصبح اللي انا محتاج تغيير في فكري انا شخصيا، تغيير في فكري انا شخصيا علشان اعالج الفجوه الرقميه. الفجوه الرقميه دي ما اصبحتش على مستوى الدول ولا على مستوى الوزارات، اصبحت على المستوى الشخصي. لازم انا من النهارده يعني كده هنحط نقطه، ومن اول السطر انا ناقصني ايه؟ انا مش همشي مع الناس اللي بتقول ان الذكاء الاصطناعي ده وحش وبعد كده افاجئ قدام اللي اصبح من المهارات. حاليا لما تيجي تعمل سيرش حاليا اصبح من بعض الحاجات، بعض الشركات بدات تغير فكرها وتطلب بعض المهارات في الموظفين بتوعها اللي هو يقدر يتعامل مع بعض الادوات الخاصه بالذكاء الاصطناعي، خاصه في مجالات الجرافيك والفيديو الخاص بالفيديو ايديتنج والحاجات دي كلها. وبالتالي بقت في فجوه رقميه، يعني ما اصبحش ان انا اتعلمني برنامجين للجرافيك وخلاص، لا، ده انا بتعلم برامج واتعامل مع الادوات دي ازاي، وافهم هندسه الاوامر اللي انا هديله عشان يطلع لي النتيجه. فدي اصبح احنا امام نقطه مهمه للاخلاقيات والمسؤوليات
في استخدام الذكاء الاصطناعي، ايه اخلاقياتي؟ دلوقتي احنا ظهر عندنا مثلا، ودي كنا بنتكلم عليها في البحث العلمي، انا باحث من الباحثين بفضل الله استاذ مشارك، فاصبح اخلاقيات اللي بعض المواقع بتعمل لك البحث كامل او بتديك معلومات كامله، طب فين الاخلاقيات وفين المسؤوليات؟ فدي لازم نحط لها معايير ونحط لها خطوات ليها. واصبح اخر حاجه، رابع حاجه عندي، اللي تاثير الذكاء الاصطناعي على المواطنه الرقميه وتغيير شكلها وتغيير المحاور التسعه بتوعها، الدور المتزايد للتعلم والتكيف مع التقنيات الجديده. لازم كل الحاجات دي يبقى في تعلم ذاتي دائم، مفيش دلوقتي لا انا مش هتعلم، لا التقنيه دي مش حلوه. يعني اول ما الكمبيوتر ظهر وبدا يتطبق في المدارس وبدا يتطبق في المؤسسات الوظيفيه وغيره، بعض الناس قالت مش لازم، انا لسه بشتغل بالورقه والقلم. هو التطور تاخر شويه او خدت وقت طويل في تطور واستخدامنا للكمبيوتر. دلوقتي التطور بتاع الذكاء الاصطناعي للاسف ما بياخدش الوقت الطويل بتاع زمان. دلوقتي ممكن تلاقي خلال ساعه بعض التقنيات الحديثه ظهرت او بعض النماذج الجديده في الذكاء الاصطناعي غيرت الفكره، غيرت المفهوم وغيرت بعض ادوات، فبالتالي لازم نتكيف معها. مش اختيار، ده مش اختيار، ومش بقول كده بخوف الناس، بجد بجد ده مش اختيار، اللي احنا ما يبقاش عندنا تعلم ذاتي ويبقى تعلم مدى الحياه. تمام كده؟ فدي نقطه من النقاط المهمه لازم نفهمها، ودي اللي هتنقلنا بقى. انا عرضت اربع حاجات من تاثير الذكاء الاصطناعي على المواطنه الرقميه وتاثير على المحاور التسعه بتوعنا، دول ملخص الاربع حاجات، ودول اللي هيظهروا معايا دلوقتي في المحاور بتاعتنا في الخصوصيه والاخلاق. هاخد كل محور من الاربع حاجات دول او واحد هيخدمني في الاربع حاجات. اول حاجه لازم نتكلم عليها الخصوصيه والاخلاقيات. احنا دلوقتي زي ما قلت لكم اصبحت كل بياناتنا موجوده، احنا بنديها له بصدر رحب، احنا بنديها له بمزاجنا عشان يدينا ويحللنا المشكله اللي احنا عايزينها. فاصبحت الخصوصيه والاخلاقيات. الخصوصيه والاخلاقيات افرزت لنا اربع حاجات، هتكلم على كل واحده منهم ايه اللي فيها، وبعد كده هتكلم على معالجتها ازاي كاجتهاد. كل ده اجتهاد، لسه في تطوير. الناس بدات دلوقتي، المنظمات العالميه اليونسكو وغيره من هذه المنظمات بدات تحط معايير وبدات تحط اخلاقيات معينه لازم تمشي عليها كل مستخدمي الذكاء الاصطناعي في المدارس، في الجامعات، في الجهات الوظيفيه او الجهات البيزنس وغيره من هذه الامور. فعندي الخصوصيه والاخلاقيات دلوقتي في عالم الذكاء الاصطناعي، عندي افرز ايه؟ التحديات المتعلقه بالخصوصيه وامن المعلومات، القضايا الاخلاقيه، الحاجه الى تنظيمات وقوانين واستراتيجيات حمايه الخصوصيه والامن الرقمي. تمام كده؟ كل الحاجات دي انا هتكلم عليها، يعني هتكلم هقول المشكله واقول المعالجه ليها باذن الله تعالى علشان تستفيدوا جميعا باذن الله تعالى. اول حاجه التحديات المتعلقه بالخصوصيه والامن الرقمي او امن البيانات او السايبر سيكيورتي، ودول في اربع حاجات بيقوم بيهم الذكاء الاصطناعي، ولازم احنا نفهم النقطه دي. اول حاجه جمع البيانات الشخصيه، هو دلوقتي بيجمع كل حاجه، بيانات شخصيه وابحاث وغيره ومعلومات كتير، وده اللي محتاجه الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مش هيتطور الا عشان كميات البيانات اللي بيتدرب عليها عن طريق الماشين ليرنينج والحاجات دي كلها، علشان يبدا يتدرب ويحللها، وده بيؤدي لجمع بيانات شخصيه دون علمك او موافقه الافراد. ودي نقطه مهمه اللي انا لسه بقول لكم، جمع البيانات ممكن يتم بدون علمنا، اللي بعض التسريب سربت بياناتنا، او بعلمنا، ودي المشكله. بعض البيانات اللي هي خلاص انا اديته البيانات، هو طلب، قلت له تقمص دور، دي هندسه الاوامر بقى، تقمص دوري وانا مدير تسويق وبشتغل في الجهه الفلانيه او بشتغل في البيزنس الفلاني وعايزك كذا كذا. كل دي معلومات، كل دي معلومات شخصيه، مش المعلومات الشخصيه فقط، عشان الناس لا تظن ان المعلومات الشخصيه فقط اللي هي الاسم والكريدت، دي المعلومات الخاصه قوي، بس في معلومات شخصيه، ممكن طولك، وزنك، غيرك، كل هذه معلومات شخصيه. ما كل دي بيقدر يحكمك، كل اللي احنا بنتعامل عليه على السوشيال ميديا ما هو بيقدر يحكمك دلوقتي، اللي حضراتكم بترفعوه على سناب شات، اكلكم وشربكم، كل دي معلومات شخصيه، وبناء عليها بيبداوا يحللوها دلوقتي، وبتبدا تتعمل لها اناليسز بالذكاء الاصطناعي بقى دلوقتي، مش الاناليسز القديمه لا، ويبدا يبيع لك منتجات على اساسها، ويبدا يغزوك ثقافيا على اساسها. فدي النقطه في جمع البيانات الشخصيه. المراقبه والتتبع، ودي اللي بيشتغل عليها او بيستخدمها تقنيات الذكاء الاصطناعي في المراقبه،
ودي بقى مخاوف الخصوصية اللي هو بيراقب ويتتبع الشخص بشكل مستمر، وهتلاقوها دلوقتي موجودة في كل الشبكات التواصل الاجتماعي، في كل المواقع اللي بيديك بيطلب منك صلاحيات، بيطلب منك صلاحيات لو مش عارف موقعك فين، بيطلب منك صلاحيات اللي انت افتح المايك، بيطلب منك صلاحيات الكاميرا، بيطلب منك كل الصلاحيات دي، ودي المراقبة والتتبع، ودي التحديات في خصوصية والأمن. تمام. آخر حاجة عندي طبعا الامن الرقمي او السايبر سيكوريتي، ودي الهجمات السبرانيه اللي بتستهدف دلوقتي قواعد البيانات والنظم القائمه على الذكاء الاصطناعي. اصبح دلوقتي الذكاء الاصطناعي حتى هو مستهدف، وفيها مشكله، الذكاء الاصطناعي مجمع معلومات كتير، فيا هنا وسعده زي ما بيقولوا كده بالمصري، اللي هيعمل هاكينج على نظام قائم على الذكاء الاصطناعي وهيستفيد من بيانات كميه ازاي، مش كميه بيانات بسيطه، ده كميه بيانات متركبه كتيره جدا، ودي اصبحت افرزت عندنا اللي لازم يبقى عندي سايبر سيكوريتي قوي في المؤسسه اللي انا بعمل فيها، او لو انا بستخدم بعض الادوات الخاصه بالذكاء الاصطناعي لازم اهتم بيها علشان اقدر اعالج جمع البيانات، اقدر اعالج المراقبه والتتبع، اقدر اعالج الامان الرقمي او الامن الرقمي الخاص بيا، واقدر اعالج التحديات المتعلقه في هذه الامور. تمام. فكل الامور دي يعني ننتبه ليها. تاني حاجة عندي اللي هي استراتيجيات حماية الخصوصية والأمن الرقمي. إيه الاستراتيجيات بقى؟ أنت كلمت لنا على حاجات بيجمع معلوماتنا ويعمل كذا وبيعمل كذا. في مجموعة استراتيجيات كده بسيطة تقدر يعني تعالجها، أو المؤسسات أو المسؤول الخاص بالسايبر سيكيورتي اللي عندك في المؤسسة. أنا بتكلم بشكل إنديفيدوال، بتكلم بشكل مؤسساتي. يعني لو المؤسسة نفسها لازم تنتبه اللي لازم يبقى عندها حد خاص بالسايبر سيكيورتي، خاص بالسيكيورتي. علشان يبدأ يعمل إيه؟ يبدأ أول حاجة في الاستراتيجيات الخصوصية وكده، يبدأ يعمل تشفير للبيانات، تمام كده؟ علشان ما يبقاش مش كل الناس تقدر توصل لها، أو مش كل كذا، وإنت نفس الفكرة، مش كل بياناتك تكون مباحة للناس، مش كل بياناتك تكون محطوطة على جهازك، مش كل بياناتك تديها للذكاء الاصطناعي، اديله على قدر المهمة اللي إنت محتاجه منها، ودي نقطة مهمة في تشفير البيانات، المهمة اللي إنت محتاجه منها إيه؟ واديله على قدرها، علشان ما تديلوش كل حاجة. هو مش صديقك، وحتى احنا زمان والقدماء كانوا بيقولوا كده، السر لما يخرج من اتنين ما يبقى السر. فهي دي النقطة برضو، نفس الفكرة، انت بتدي للعالم كله، هو بياخده عنده وبيعالجه وهيطلع منه افكار تانية لناس تانية وهكذا. فدي نقطة من النقاط المهمة. الحد الادنى من البيانات، لازم تحط حد ادنى من البيانات الضرورية اللي انت محتاجه يعالجها لك، اللي انت محتاجه يديها لك، ودي لازم ادرب نفسي بيها، لازم انا شخصيا ادرب نفسي بيها، ولازم يبقى فيه كل مؤسسه ليها معايير محطوطه كده هتتعامل مع الذكاء الاصطناعي عشان يوفر عليك مهمات معينه في مجال عملك. لازم احط لك اللي انت ما تتعاملش بكل بيانات الشركه، ما تتعاملش بكل بيانات المؤسسه، هتتعامل بحد معين، ودي محتاجه شغل شويه. يعني موضوع الحد الادنى من البيانات دي على المستوى الشخصي ممكن، بس على مستوى المؤسسات محتاجه شغل. ليه؟ ايه البيانات اللي ممكن تبقى مباحة عشان لو هو هيطلب عمل معين عشان يقضيه او تاسك معين، وايه البيانات غير مباحة. تمام. اخر حاجة التقنيات المضادة للتحيز، ودي مهمة ليه؟ علشان الذكاء الاصطناعي والانظمة القائمة عليه هي متحيزة بناء على المدخلات الخاصة بيها. ممكن تلاقي متحيز ضد فئة معينة، ممكن تلاقي متحيز ضد حاجة معينة. يعني لو اتكلمنا على القضايا العربية وقضايا فلسطين، لو اتكلمته في شات جي بي تي بيبقى متحيز ليها، فهتلاقي في بعض الامور فيها التحيز، وبالتالي لازم ندور ادوات وبروتوكول لتقليل التحيز في هذه الانظمه ويساعدنا فيها، ودول كل ده هيساعدنا في استراتيجيات حمايه الامن الرقمي. ده افكار سريعه للاستراتيجيات اللي تقدروا على المستوى الشخصي وعلى مستوى المؤسسه اللي بتعمل فيها. اقتراحات، كل ده محتاج تطور او تطوير الافكار اكتر، ومحتاج بقى لعمل. لعمل ازاي؟ يعني لبروسس معينه نمشي عليها عشان كلنا نشتغل عليها. تمام كده. القضايا الأخلاقية، والقضايا الأخلاقية دي فيها مشكلة كبيرة حاليا، ولازم ننتبه ليها في المعلومات اللي احنا بناخدها منه. القضايا الأخلاقية بتاعتي فيها أول حاجة التحيز الخوارزمي، وده التحيز القائم على البيانات اللي هو بيتدرب عليها. يعني زي ما قلت لكم، متحيز لفئة معينة، تمام، متحيز لقضية معينة، متحيز لكذا، تمام. فهتلاقي النتائج اللي بيدهنك متحيزة ليه؟ هو اتعلم كده، هو تغذى بكده. يعني لما تغذي شخص اللي هو بيكره فلان او بيكره كذا
او بيكره الاكله الفلانيه هيديك نتائج ازاي؟ مش هقول لك انا بحبها، لا، مش هيديك نتائج خاصه بيها. فدي من القضايا الاخلاقيه اللي بنعيشها دلوقتي، واللي كتير من مستخدمي التكنولوجيا لازم يفهمها. عشان كده حضراتكم كمواطنين رقميين لازم تفهموا هذا التحيز، عشان ما تاخدش كل معلومه مصدقه لازم ترجع ليها. عشان كده انا بقول للناس ايه، ما ينفعش انت ما تبقاش متخصص في مجال عملك وتطلب منه حاجات وانت مش فاهم مجال عملك. على سبيل المثال الباحثين في المجال العلمي، ما يبقاش انت مش عارف اساسيات البحث العلمي وتطلب منه حاجات في البحث العلمي، هو هيديك افكار ممكن الافكار دي تكون متحيزه او مش صحيحه. طب انت هتبدا تفلترها ازاي وانت ما تعرفش؟ عشان كده دي بدعو هنا في المحاضره بتاعتنا، تمكن من مجال علمك وعملك، واجعل ادوات الذكاء الاصطناعي تساعدك في تطويره وليس تقوم بعملك كامل. دي هتبقى فيها مشكله في موضوع القضايا الاخلاقيه في التحيز. اتخاذ القرارات الاليه، ليه اتخاذ القرارات الاليه؟ الانظمه بتتخذ قرارات بناء على المعلومات، وبالتالي ده بيؤثر على حياه الافراد. فدي نقطه مهمه، ولو تابعتوا برضو الاحداث الماضيه هتلاقوا في ناس انتحرت بسبب القرارات وبسبب الاسئله اللي بيسالوها. اداله قرار وانا ظنيت الذكاء الاصطناعي مديني القرار صح، وهكذا. فدي مشكله كبيره. القرار الالي ده هيسبب قضايا اخلاقيه، هيسبب اللي الناس تتجه لتنفيذ هذا القرار ممكن بدون فهم او بدون تفكير. فلازم ننتبه للنقطتين دول، التحيز واتخاذ القرارات الاليه، وازاي نعالجهم وازاي نشتغل عليهم. الجزء الرابع والاخير بقى، الحاجه الى تنظيمات وقوانين، ودي اللي بتعمل عليها دلوقتي المؤسسات والجهات العالميه المسؤوله عن التكنولوجيا والمسؤوله عن التعليم والمسؤوله عن التدريب والبحوث وغيره، اللي هي بدات تطور اطر تنظيميه. يعني دلوقتي في اطر تنظيميه، وده اول نقطه عندنا، الاطر التنظيميه اللي بتتحط لتحديد كيفيه جمع البيانات، كيفيه استخدامها، كيفيه حمايتها، وتحديد المسؤوليات في حالة حدوث أضرار. دي نقطة مهمة جدا، إلى الآن إحنا لم نصلها. لو حصل لي ضرر من الذكاء الاصطناعي هروح فين أو هعمل إيه؟ وهي دي النقطة المهمة. عشان كده بقول لكم تأثيره على مفهوم المواطنة الرقمية اللي كنا بنتكلم فيه زمان مش مشكلة، يعني بقى مشكلة كبيرة. زمان كنا بنقول مثلا لو حصل هاكينج أو اتسرقت بطاقتك الائتمانية، أنت عندك في الدولة اللي أنت فيها المباحث الرقمية أو الوزارة الداخلية بتروح تبلغها. طب لو حصل لنا دلوقتي حاليا، لسه الأطر التنظيمية دي لم تظهر بعد، هل فيها حاجة؟ علشان هيظهر لك دلوقتي أدوات للذكاء الاصطناعي مش صحيحة، أدوات فيك، يعني ممكن تجمع معلومات وممكن توديك في حاجات تانية وتسرق بياناتك أو تسرق أي شيء. طب أنا هروح فين؟ ودي اللي بدأوا المؤسسات دلوقتي تطور الأطر التنظيمية. وانا بقول على المستوى الشخصي، حط اطار تنظيمي لنفسك، ما تنتظرش الحكومه، ما تنتظرش المؤسسات الكبيره لحد ما تخلص الاطار التنظيمي. انت حط اطار تنظيمي وقوانين خاصه بيك علشان تساعدك في النقطه اللي انت ما يحصلكش ضرر باذن الله، وربنا يحميكم جميعا باذن الله. التركيز على الشفافيه، ودي اللي بداوا يشتغل عليها، يعني شفافيه عمل هذه الانظمه وعدم تحيزها في اتخاذ القرارات، وعدم تحيزها ضد فئة مقابل فئة أخرى، وده برضو اللي بيشتغلوا عليه. تعزيز الأخلاقيات، ودي بدأنا نحط فيها معايير أخلاقيات لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي. أنا بجهز محاضرة حاليا لمعايير وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع البحث العلمي، أو الباحثين مفروض يحترموا إيه. يعني دي برضو بدأت أشتغل أنا بمستوى شخصي، تمام كده. دلوقتي بدأت أصلا المؤسسات تنتبه ليها، لازم يبقى فيه أخلاقيات حتى في مجال العمل. أنا لسه قاري مقالة من يومين أو ثلاثة كانوا بيتكلموا على في عالم البيزنس، في الشركات، في الشركات مفروض محتاجة ايه من اخلاقيات. يعني انت لو تستخدم الشات جي بي تي مثلا او اي اداة، انت لازم تقول لمديرك او لازم تقول للشركة بتاعتك او المكان اللي انت بتشتغل فيه. كانت المقالة بتتحدث عن هذا الامر، ودي تعزيز اخلاقيات. ليه؟ علشان ده برضو هو بيقوم بجانب بجزء من عملك. يعني هم بيبصوا لها من الجانب الاخلاقي، هو بيقوم بجزء من عملك، هو بيوفر عليك الوقت. فبدأت دلوقتي بعض المؤسسات تسبق في هذا الامر، اللي بدات تحدد الاخلاقيات، يعني ايه الوظائف اللي المفروض يقوم بيها الذكاء الاصطناعي يعني بديل ليك، ثم انت تكمل عليه. فدي النقطه من النقاط المهمه في الجزئيه دي. اخر عندي جزئيه بقى، مستقبل الذكاء الاصطناعي، وبعد كده هفتح مجال الحديث لحضراتكم والاسئله
والاستفسارات باذن الله تعالى. انا بحاول ان انا الخص الموضوع بشكل بسيط، ما حاولتش بقى اتوسع فيه بشكل ممل شويه، بس ان شاء الله باذن الله تعالى يعني الناس لو قرات فيه، لو تابعتوا معايا على القناه عندي، لو تابعتوني انا شخصيا وسالتوني وتواصلتوا معايا بشكل شخصي، ما عنديش اي مشكله. هنتكلم دلوقتي عن مستقبل الذكاء الاصطناعي ودور المواطن الرقمي. كلنا اصبحنا دلوقتي مواطنين رقميين في العالم الرقمي الذي نعيش فيه. العالم الرقمي ممكن عالمي الشخصي، ممكن يكون السوشيال ميديا عالمي الشخصي، ممكن يكون او عالمي الرقمي الشخصي، ممكن يكون في الايميل والادوات والتولز اللي انا بتعامل معاها في الشغل وغيره. كل دي يعني العوامل الرقميه مختلفه حسب كل واحد، وبالتالي لازم نفهم ايه التوقعات لمستقبل تطور الذكاء الاصطناعي، وايه دورنا، ودي نقطه مهمه لازم ننتبه ليها، دورنا كمواطنين رقميين في التكيف مع هذا المستقبل. عشان زي ما بقول لكم، ناس كتير متخوفه من الذكاء الاصطناعي، ناس كتير بتضحك تقول لك هيلغي الذكاء البشري، هيلغي وظائف كتير وهيقعد الناس في البيوت. الكلام ده مش صحيح. الكلام ده زي ما قلت لكم بالتعلم وتطوير الذات هنوصل لحاجات مهمه جدا. خلونا نفهم ايه المستقبل ثم نشتغل عليه. بصوا، ده توقعات، عشان كده كتبت لكم ايه، ما قلت لكمش ده مستقبل تطور الذكاء الاصطناعي، دي توقعات بناء على تحليل الوضع الحالي، يعني تحليل للوضع الحالي وقراءتي في ابحاث وكتب وغيره ومتابعه المواقع. ايه الذكاء الاصطناعي رايح فين؟ الذكاء الاصطناعي رايح للاتمته المتزايده، يعني هيصبح في مجالات كتير جدا هتلجا اوتوميشن، اوتوماتيك، خلاص في تقديم الخدمات بطرق ابداعيه، وده اللي احنا بنعيشه دلوقتي. هتلاقي في حاجات كتير انت كنت زمان لما بتيجي تطلب اكل كنت بتتصل وتطلب الاوردر، دلوقتي بقى اوتوماتيك، بتخش على الابلكيشن تمام كده، وبعد ما بتدخل على الابلكيشن بتبدا تحط اللي انت عاوزه، صح كده؟ فاصبح دلوقتي انت في اتمته متزايده، ودي هتساعدني في نقطه مهمه لازم ننتبه ليها، تغيير كبير في سوق العمل، وتغيير في الكفاءات المطلوبه، وتغيير في الكفاءات المطلوبه. يعني ايه؟ يعني الكفاءات المطلوبه والكفاءات اللي هتظهر محتاجه تغير الكونسبت بتاعها، محتاجه تغير فكرها ازاي، محتاجه كل ده بسبب الاتمته المتزايده. ما اصبحش دلوقتي وظيفه الكول سنتر وظيفه كبيره، مش بقلل منها، بس اصبحت الوظيفه دي بدات تتقلص وتقل بسبب اللي بدات تنتقل لحاجات اوتوماتيك، بدات تتحدث معاك. حتى الشات دلوقتي لبعض الشركات وبعض البنوك اصبح شات اوتوماتيك بيرد عليك الحاجه اوتوماتيك، فدي نقطه مهمه. تاني حاجه عندي مهمه جدا في توقعات المستقبل لتطور الذكاء الاصطناعي، التقدم في الرعايه الصحيه. يعني دلوقتي اصبح في قدرات تشخيصيه للعلاج وتشخيص الحالات المرضيه بسبب تحسين نوعيه الحياه، وادوات الذكاء الاصطناعي هتساعدني في النقطه دي، هتساعدني في امور كتير. طبعا مش لوحدها، ادوات الذكاء الاصطناعي، ادوات الخاصه بالفيجوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي وغيرها، كل ده هيساعدني في تحسين الرعايه الصحيه بسبب تحسين نوعيه الحياه. نوعيه الحياه كل ما تتحسن، كل ما يحصل شفاء وقدرات تشخيص كبيره جدا، وده اللي رايح له في الذكاء الاصطناعي. واصبح دلوقتي في دورات وحاجات متخصصه ادوات الذكاء الاصطناعي في الرعايه الصحيه وفي الامور الطبيه، فدي نقطه مهمه جدا في الذكاء الاصطناعي. في نقطه مهمه بقى، ودي اللي بننادي عليها دلوقتي او هي بدات تظهر اصلا، التفاعل الانساني الالي. يعني ايه؟ دلوقتي بدات المؤسسات القائمه على الذكاء الاصطناعي او اللي بتطور ادوات الذكاء الاصطناعي اللي هي بتحسن من اليو اي اللي هي اليوزر انترفيس او الواجهات الخاصه بالابلكيشن وبالادوات وغيره علشان تانسنه، يعني يبقى انساني. بمعنى ايه؟ ما يبقاش اللي انت بتكلم آلة وخلاص، مكنة قدامك أو جهاز قدامك، لا، أنت بدأ يحط لك شكل يبقى فريندلي، يبقى صديقك، فأصبح اللي هو يعزز التفاعل الإنساني الآلي، ودي الجزئية اللي أنا بشوفها الفترة الجاية بإذن الله تعالى هتبقى فترة قوية جدا لتطوير الأدوات اللي بنستخدمها والأجهزة والروبوت والروبوت وغيره من الأمور المختلفة اللي الواجهات المختلفة مفروض هتصبح فيه أكثر إنسانية،
علشان الانسان يدخل فيها يبقى حاسس بامور يعني فريندلي، بامور الصداقه معاها وغيره من هذه الامور. فدي هتساعدني في النقطه اللي جايه، وده اللي بيحصل الفتره الجايه. هتشوفوا حاجات كتير تتغير بناء على تعزيز التفاعل الانساني الالي. اخر حاجه عندي تزايد التحديات الاخلاقيه والخصوصيه، واللي لسه قدامها تفرزها اكتر توقعاتنا في المستقبل، الذكاء الاصطناعي، اللي هي قدرات الذكاء الاصطناعي هتعلى اكتر، وده هيبرز لي تحديات جديده تتعلق بالخصوصيه، تتعلق بالسيكوريتي والامن الرقمي والاخلاقيات. ودي محتاجه مننا ننتبه ليها الان، ننتبه ليها على كل المستويات، وخاصه يعني انا عشان انا في الحقل التعليمي والحقل التربوي، وخاصه الحقل التعليمي والتربوي لازم يهتم بيها في تثقيف الناس، في افراز اخلاقياتها، في الخصوصيه، في حاجات كتير لازم نبنيها. لازم نبني الامور كامله، لازم نبني نموذج لمعالجه هذه التحديات، نموذج تربوي تعليمي نبنيه لمعالجه التحديات والاخلاقيات المتزايده في قدرات الذكاء الاصطناعي في الفتره القادمه. الجزء الثاني من محورنا الاخير، طب انا دوري ايه كمواطن رقمي؟ انا مش بتكلم دلوقتي على دور المؤسسات ولا الحكومات ولا وزاره التعليم ولا الحاجه دي كلها، تمام؟ انا بتكلم دلوقتي بشكل انديفيدوال، بشكل شخصي. كل واحد مننا محتاج يعمل ايه؟ ودي بقولها كده زي الخلاصه، الاسبرينه بتاعتنا النهارده. الاسبرينه بتاعتنا النهارده اللي حضراتكم لازم، محدش هيعالج مشكلتك، محدش هيعمل ليك تكيف في التعامل مع المستقبل. والمستقبل ليس في الذكاء الاصطناعي فقط، المستقبل في كل ما حولنا من تطور. التطور دلوقتي أصبح رهيب، أصبح رهيب حتى على المستوى العلمي والمستوى الفكري. فأصبح اللي حضراتكم يعني ورقة وقلم بقى في دي الخلاصة بتاعتنا النهاردة، تمام كده؟ اللي أصبح اللي لازم أمشي أعمل خطة لنفسي. أعمل خطة لنفسي في إيه؟ أعمل خطة لنفسي في اللي أنا أتكيف إزاي؟ وعشان أتكيف لازم أبقى صريح مع نفسي. ما ينفعش ما أبقاش صريح. بصوا، الكبر والغرور هو بداية السقوط. بمعنى إيه؟ لازم أبقى صريح مع نفسي، مش عشان أنا حصل على دكتوراه، مش عشان أنا وصلت لأعلى الشهادات والمناصب أبقى خلاص مش محتاج تغيير عشان أتكيف مع المستقبل. فلازم أبقى صريح مع نفسي بتحليل نفسي بورقة بيضة كده بسيطة، تحليل نفسي ما ينقصني، وأجاوب بصراحة. محدش هيجاوبك، مفيش كوتشنج ولا لايف كوتشنج هيجاوبك بصراحة ويقول لك أنت ناقصك إيه إلا أنت، تمام كده؟ فدي النقطة المهمة. بناء على أنت جاوبت هتبدأ تمشي في الأربع خطوات. أول خطوة عندي التعلم المستمر. لازم يبقى عندك خطة للتعلم المستمر، ودي ثقافة وليس فكرة اللي أنا أخد كورس ولا دورة تدريبية وأبقى مبسوط، لا، دي ثقافة لازم نعلمها لنفسنا ولأولادنا ولطلابنا وكل من حولنا. اللي التعلم المستمر ده هيخلينا قادرين ومطلعين على كل التقنيات الجديدة وعلى كل ما يساعدنا على التكيف فيها، وخاصة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، تمام؟ أنا هقول لكم أنا بعمل إيه. يعني أنا الورشة أو المحاضرة دي أنا بحضر لها. بحضر لها إزاي؟ أنا بفضل الله من أول ظهور الذكاء الاصطناعي وما قبله عندي على القناة مثلا أكتر من 10 محاضرات عن الذكاء الاصطناعي في موضوعات مختلفة، وخاصة في التعليم والبحث العلمي، تمام؟ بس كل محاضرة ليها نكهة خاصة في تصميم الخلفيات بتاعتها وفي المعلومة المقدمة، وده اللي أنا بقول عليه. يعني أنا بعيش كده. بعيش إزاي؟ أنا بذاكر قبل المحاضرة، اخترت العنوان، اخترت المحاور، ببدأ أذاكر قبل المحاضرة وعلم نفسي الجديد عشان أطلعه في المحاضرة. ده على مستوى المحاضرة. بس أنا عندي على المستوى الشخصي عندي ثقافة التعلم المستمر، اللي أنا كل سنة بحط مهارة معينة. السنة الماضية أو السنة اللي قبلها أنا درست اليو آي واليو إكس مثلا، وخدت سيرتيفايد كامل من جوجل، أكتر من 7 كورسات مثلا. ففي تعلم مستمر، مش هيأثر معايا، لا، هيأثر معايا في إيه؟ هيأثر معايا في اطلاعي على الجديد، في تكيفي لبعض المهارات، في دمج المهارات اللي أنا اتعلمتها الجديدة دي في شغلي،
ودي نقطة من النقاط المهمة. يعني أنت لما بتتعلم مهارات معينة، الذكاء كله في التكيف. عشان كده أول نقطة عندك بعد مصارحة نفسك وكتابة القصور اللي عندك عشان تبقى مواطن رقمي متكيف مع المستقبل، لازم تبقى عندك ثقافة التعلم المستمر، وحط خطة لنفسك. هتعلم إيه السنة دي في 2024؟ إيه المهارات اللي أنا هتعلم عليها؟ وإيه المهارات اللي ممكن تساعدني؟ إيه الأدوات التكنولوجية اللي هتساعدني في تطوير عملي وتطوير فكري وتقليل حجم الوقت عندي عشان تساعدني ان انا اطور في حاجات تانية؟ في حاجات كتير ممكن تكون بتاخد وقت مني وهي حاجات تقليدية، ممكن ادوات من الذكاء الاصطناعي وغيره لما اتعلمها بشكل قوي توفر عليا هذا الوقت، وبالتالي تخليني اطور نفسي في حاجات تانية وتخليني اعلى في وظيفتي بشكل افضل. تاني حاجة، المشاركة النشطة. والمشاركة النشطة كمواطن رقمي يعني ايه؟ يعني زي حضراتكم ما مشرفيني النهاردة، دي مشاركة نشطة. مشاركة نشطة في اللي انت بتشارك بفعاليات، في حوارات، في كيفية استخدام الأدوات الجديدة للذكاء الاصطناعي في التأثير على القرارات السياسية والتنظيمية، يعني بتخش فيها. فدي المشاركة النشطة. ما ينفعش مجرد اللي انا سمعت عن أدوات الذكاء الاصطناعي خلاص بقى اتكلم فيها. طب انت شاركت؟ طب انت شفت الناس بتتكلم في ايه؟ طب انت دخلت ورش؟ شاركوا. انا نفس الفكرة على فكرة، بدخل ورش. امس دخلت ورشة للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي على اني مقدم نفس الورشة قبل كده سابقا، تمام، ولكن دخلت اشوف ايه الجديد، مفيش مشكلة، ودخلت اتفرج فيها وشاركت فيها. فالمشاركة النشطة دي برضو حط جدول لنفسك في المشاركة النشطة في كل التقنيات اللي تساعدك في عملك، في كل التقنيات اللي انت عايز تتعرف عليها وتفهمها. ما تعتمدش على كلمتين انا بقولهم حتى للطلاب والباحثين، ما تعتمدش على قالوا لي او سمعت. طب انت قالوا لي دي انت قريت في حته ولا دخلت ورشه شفتها وسمعت منين؟ سمعت من مجرد قاعده واحنا قاعدين كده بنتكلم مع بعض، ولا سمعت من محاضره، ولا سمعت من فيديو، ولا سمعت من مؤتمر وغيره؟ تمام. ثالث حاجه عندي، تمام، الوعي الاخلاقي لازم يبقى عند، وده وازع ديني بس لازم ندرب نفسنا ليه وندرب اولادنا وطلابنا عليه. يبقى عندك وعي اخلاقي، يبقى عندك اخلاقيات خاصه بتحكمك علشان تبقى انت فاهم وانت بتتعامل مع الادوات دي ازاي، هي بتتعامل معاك ازاي، لو في تحيز فيها، لو في مساءله، لازم تضمن مسؤوليتك في التكنولوجيا. فدي النقطه المهمه، وعي اخلاقي. وعي اخلاقي ده بيحكمني حسب التربيه وحسب التدين وحسب امور كتير، تمام. بس الفكره كلها خليك انت داخليا ذكر نفسك، ذكر نفسك اللي ربنا نظر الينا. فلازم يبقى عندي وعي اخلاقي في التعامل مع هذه الادوات بما لا يضر الناس وبما لا يضر عملي وبما لا يضرني شخصيا في اللي هو اللي انا اسرق معلومه معينه او غيره، في الوعي الاخلاقي الخاص بيا. اخر حاجه عندي، تعزيز الكفاءات الرقميه، ودي مهمه بقى جدا. انا عندي تعلم مستمر، عندي مشاركه نشطه، الاثنين دول هيساعدوني في تعزيز كفاءتي الرقميه. على فكره والله كل ما تدخل وكل ما تتعلم حاجه هتلاقي كفاءتك الرقميه في التعامل مع الانظمه القائمه على الذكاء الاصطناعي، في التعامل مع اي تقنيه بتظهر جديده بتعلى وكفاءتك بتزيد، وتلاقيك كده بتبقى افضل واحد في الشغل او افضل واحد في من حولك بسبب حاجتين: التعلم المستمر والمناقش والمشاركه النشطه بتعززك في الكفاءات الرقميه. والثلاثه دول لما يغلفهم الوعي الأخلاقي والخلق الخاص بينا بتبقى أجمل وأجمل في دورنا كمواطنين رقميين في هذا العالم الرقمي المنفتح على مصراعيه للمستقبل. وفي النهاية دي نصيحة شلتوتية كده وبختم بيها، اللي مستقبل الذكاء الاصطناعي يعد بإمكانية هائلة ولكن يحمل أيضا تحديات كبيرة. وعلشان كده لازم أنا أهتم بإيه؟ اللي أنا لازم أوجه استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وغيرها نحو مستقبل يعزز الصالح العام ويحمي القيم الإنسانية. لازم دي تبقى رسالتي، لازم دي تبقى رسالتي أو رسالتكم جميعا، ودي أنا بطبقها على المستوى الشخصي وليس كلام فقط. اللي أنا بالتعلم المستمر والمشاركة النشطة وتطوير الوعي الأخلاقي وغيره من هذه الأمور، كل الحاجات دي بتساعدني اللي أنا أوجه الذكاء الاصطناعي المستقبل يعزز الصالح العام والصالح الشخصي، ثم يحمل القيم الشخصية بوعي رقمي ووعي خاص بينا
ويشتغل معنا بإذن الله تعالى. أنا سعدت بيكم النهاردة في محاضرة بسيطة جدا، ودي كل أدوات يعني كل السوشيال ميديا الخاصة بيا والار كيو كود الخاص بالقناة بتاعتي، علشان لو في أي حد عايز يتواصل معايا بشكل شخصي أو يعني يكلمني أو يسأل في أي شيء ممكن يعني يقول لي اللي هو محتاجه وأنا تحت أمره. طبعا أنا خلصت كده، وأتمنى تكون المحاضرة لطيفة وبسيطة وتستمتعت بها، وكل اذان صغيره في اي اسئله بقى معانا كمان ان شاء الله نص ساعه كمان يعني او ربع ساعه، بس انا حبيت اختصر الامر فمعاكم، فكل اذان صغيره لو في اي اسئله تفضلوا وانا معاكم ان شاء الله باذن الله تعالى. تفضلوا. انا متابع الشات، لو في اي اسئله ممكن تكتبوها في الشات. عشان لو مفيش هنستأذنكم ننطلق بقى، نسيبكم لأعمالكم بإذن الله. أنا شايف يعني الناس كلها كلامها جميل، جزاك الله خير، جزاكم جميعا خير. مفيش أسئلة كده؟ طبعا كنت سعيد معاكم. انا لسه اهو، كيف استفيد الاستاذ سالم القحطاني، كيف استفيد من الذكاء الاصطناعي في الموارد البشريه؟ في ادوات دلوقتي انا حتى كنت بجمعها لصديق يا استاذ سالم في الموارد البشريه، تمام كده، خليني اجمعها وحاول تتواصل معايا اكون جمعتها كامله باذن الله تعالى وابعتها لك او ارفعها على السوشيال ميديا خاص بي. في حاجات كتير وفي مقالات خاصه بالموارد البشريه بالهيومن ريسورس وغيره بتساعدنا في استفادة في أدوات الذكاء الاصطناعي، في اللي هي إزاي تقسم لك خطة التدريب الخاصة بالموظفين بتوعك، إزاي تقدر تشوف لك أفضل تالنت أو أفضل موظف تقدر تستفيد منه من مواقع مختلفة زي لينكد إن وغيره، وتقدر فيها تقدر تحسن السير الذاتية الخاصة بالموظفين عندك والمهارات الناقصاهم، كل ده بتبدأ تعمل لك كل الأمور دي. فحاول بس التواصل معايا ان شاء الله وارفعها الناس تستفيد منها. انا يعني بجمع حاجات كده خاصه بالموارد البشريه نقدر ان شاء الله نستفيد بيها، فانا كتبتها عندي برضو وان شاء الله باذن الله تعالى خلال الاسبوعين الجايين تكون مرفوعه على السوشيال ميديا باذن الله تعالى. تمام. سؤال تاني، انا بقرا السؤال علشان الناس اللي مش شايفاه تسمعوا مني. كيف يتم تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي في ظل المنافسه العالميه والشركات الكبرى؟ بيتم تطويرها بامور كتير، ما هي الفكره دلوقتي بيتم تطويرها بطبعا الجزء البرمجي والجزء الحصول على المعلومات بتغذيتها بمعلومات، والحصول على المعلومات دلوقتي اصبح يعني الشركات العالميه والمنافسه والشركات الكبرى اللي بتطور ادوات الذكاء الاصطناعي بتشتري هذه المعلومات وبتشتري هذه البيانات من مكتبات من جهات مختلفه، فاصبح المنافسه دلوقتي هي في تطوير وظائف الخوارزميات والحصول على اكبر كم من البيانات وشرائها، ودي النقطة اللي بيتم التطوير فيها، ده اللي بيحصل في الكواليس. وطبعا في شركات عالمية عندها بيانات من زمان بتخزنها زي جوجل وغيره، فده هيفيدها في الوصول الأعلى. وفي شركات زي أوبن آي والحاجات دي بدأت هي ليها السبق في الحصول على المعلومات من الناس، فبدأ يبقى في تنافس، فكل دي نقط مهمة نشتغل عليها. تمام. أستاذ عبد المجيد، أحيانا يتم فرض تسليم المعلومات الشخصية بشكل رسمي، وإلا فلن يمكننا إتمام عمليات هامة لا يمكن القيام بها إلا إلكترونيا، فما الحل؟ برضو لازم المعلومات، لا اتأكد أول حاجة خلاص، هو لو إحنا عندنا بعض المواقع أو بعض الأدوات لازم تاخد معلوماتنا الشخصية وطلب المعلومات الشخصية، حاول تتأكد أولا، يعني أول حاجة كده يا أستاذ عبد المجيد والجميع طبعا، تتأكد من أن المعلومات دي أو المواقع دي أو الأدوات دي هي أدوات رسمية وليس أدوات فيك، دي أول نقطة. تاني نقطة، حجم المعلومات اللي بيطلبها منك إيه؟ عشان في معلومات ما ينفعش يطلبها منك، يعني مثلا معلومات خاصة بالكريدت، لو حتى طلبها إحنا دلوقتي بنعمل كريدت بعيد عن حسابنا البنكي، كريدت بالشحن بشحنه بمبلغ وغيره، فكل هذه الأمور، فأنت لازم تقيم كل هذه الأمور، تقيم الموقع الأداة دي أداة رسمية ولا لأ، البيانات الشخصيه اللي بتطلبها هي بيانات تفصيليه ولا مجرد الاسم والايميل ومثلا تليفون، يعني حاجات بسيطه ولا ايه؟ فدي نقطه مهمه.
تمام؟ حد بيسأل هل أقدر أستفيد من تصميم صور عبر الذكاء الاصطناعي؟ بالفعل، لو دخلنا دلوقتي للمواقع العالمية اللي بتبيع صور زي شاتر ستوك وزي فري بيك، في سيكشن دلوقتي فتح سيكشن للصور الخاصة بالذكاء الاصطناعي اللي معمولة بالذكاء الاصطناعي، تمام كده؟ فالصور اللي معمولة بالذكاء الاصطناعي دي بقت بتتباع، وهي مبنية على إيه؟ عشان برضو الناس اللي بتسأل على الصور عبر الذكاء الاصطناعي، هي مبنية على الأوامر الهندسية أو الأوامر اللي أنا بقدر أطلع بيها صورة الصورة عشان تبقى مميزة وتبقى تباع أو مميزة عن الصور التانية، مش كلمتين وأطلب من الموقع يعمل لي كرييت للصور، لا، بيبقى أوامر بقى معقدة وتفاصيل معقدة فيها، ودي بتتطلب مني إيه من مهارات عشان أقدر أعمل كرييت لهذه الصور. المهارات اللي بتتطلبها مني اللي أنا أفهم يعني إيه تصميم، أفهم يعني إيه جرافيك، أفهم يعني إيه إضاءة، أفهم يعني إيه سينما، كل الأمور دي علشان كل ده بكتبه في الأمر بتاعي في حديثي مع الموقع اللي بيعمل لي جنريت للصورة. بقول له أنا عايز صورة بالإضاءة الفلانية بشكل سينمائي بشكل معين، شكل الشخص يبقى الجلد بتاعه بشكل معين، الإضاءة رمية ظل أو رمية شادو، كل الأمور دي، كل الأمور دي هتيجي بناء على فهمنا للمنظومة كاملا في عالم الفن وغيره من هذه الأمور. فبالتالي لازم ندرس جرافيك وفن عشان نفهم، تمام كده؟ في سؤال بخصوص، طبعا أنا بشكر كل الناس اللي بتقول ألف شكر وجزاك الله خير ويعطيك العافية، يعطيكم أنتوا العافية اللي أنتوا صبرتوا على سماعي المدة دي. في سؤال بخصوص التوجه الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، ما الدورات التي تنصح فيها دلوقتي؟ الدورات خلوني أبحث لكم عشان في دورات كتير، بس خلوني أشوف إيه أفضل دورات في موضوع مجال الرعاية الصحية عشان أتأكد منها، عشان ما انصحش بحاجة وما تطلعش مش كويس. فخلوني موضوع مجال الرعاية الصحية دي أعمل سيرفي كده وأعمل سيرش وأشوف الناس المتخصصة فيه، الزملاء اللي شغالين في الرعايه الصحيه والذكاء الاصطناعي وغيره، وابدا اجمع لكم الحاجات دي كلها وارفعها لكم برضو على السوشيال ميديا باذن الله، تمام؟ في حد بيسال ادوات الذكاء الاصطناعي في الاعلام. سابقا انا الصيف اللي فات ده قدمت في جامعه المنوفيه في كليه اعلام عن ادوات الذكاء الاصطناعي في الاعلام، واتكلمنا فيها حتى في منتدى الاعلام السعودي السنه الماضيه عن ادوات الذكاء الاصطناعي في الاعلام وغيره. أنا عندي فيديو خليني أدور لك عليه وأطلع لك، عشان في أدوات كتير، أدوات من بداية صناعة المحتوى، تمام كده، ثم إزاي تصنع الخبر لو أنت بقى هتصنع أخبار، صناعة الفيديوهات، صناعة الصوت، كل حاجة منها، فلازم نأسس. بصوا خلينا نتكلم سريعا كده، اللي أي مجال لازم تعمل تحليل للمهام بتاعته، ثم تعمل تسكين في كل مهمة إيه الأدوات اللي تنفع فيه. في مجال الإعلام لما عملنا تحليل، عملنا تحليل اللي أنت بتحتاج تعمل صياغة خبر إخباري، أو بتحتاج تعمل جنريت لخبر إخباري بتدي له معلومات معينة أو مدخلات معينة زي مواقع الشات جي بي تي والجوجل بيرد والحاجات دي كلها، بتدي له معلومات معينة ومحتاجه يعمل لك صياغة خبر، أو محتاج يعمل لك سيناريو لفيديو تسويقي، فانت محتاج ده كله، وبناء عليه بتبدا تنقل للاداه الثانيه، الاداه اللي هتعمل لك بقى الفيديو او الاداه اللي هتعمل لك الصوت. فبالتالي كل دي ادوات خاصه بالذكاء الاصطناعي في الاعلام. لو ما لقيتش الفيديو ان شاء الله باذن الله تعالى ابعتوا لي بس، وممكن نعمل برضو محاضره عن ادوات الذكاء الاصطناعي في الاعلام، هي جاهزه، يعني هي جاهزه عندي بس لم يسعفني تسجيلها في اثناء تقديمها في جامعة المنوفية، بس هي جاهزة كبرزنتيشن وغيره، ممكن نطوره وممكن نقدمه تاني في شكل فيديو يساعدكم شوية، تمام؟ كم يستغرق تعلم البرمجة بلا دراسة جامعية؟ وشكرا من الجزائر، أهلا بأهل الجزائر. دراسة تعلم البرمجة لازم تحدد إيه لغة البرمجة اللي أنت هتتعلمها، وبناء عليها بتحدد الوقت. في قنوات كتير على الإنترنت ومواقع وقنوات على اليوتيوب سوري تقدر تشوفوا فيها برمجة كتير، وبتحدد لك خطة وبتديك حاجات مجانية، فحاول بس تعملوا سيرش بس حددوا ما هي لغات البرمجة اللي هتشتغل عليها، وإيه المجال اللي انت تشتغل فيه، هل برمجة مواقع، برمجة تطبيقات، برمجة ألعاب، برمجة ذكاء اصطناعي، كل الأمور دي لازم تشتغل عليها، تمام كده؟ كل الأسئلة كده أنا جاوبتها، خلاص أنا قدامي هرد على الأسئلة وينتهي البث يعني،
بس ارد على اسئله لسه معانا واحد. في سؤال تاني، هل تتوقع ان الذكاء الاصطناعي سيحل مكانك؟ لا طبعا. بصوا انا عندي فيديو على القناه، الفيديو ده كان بيتكلم على موضوع الذكاء الاصطناعي هيحل مكانك دي، فكنت بتكلم عليه. خلوني الخصه وبرضه تقدروا تطلعوا عليه، هرفع لكم الرابط دلوقتي، انا بجيب الرابط بتاع الفيديو ده. اللي انا عندي كونسبت اللي لازم نربي نفسنا على ان الرزق ده موجود، احنا رزقنا موجود تمام كده، بس الفكره لازم اخد بالاسباب. ومن اسباب اللي لازم اخد بيها الفتره القادمه واللي اتكلمنا عليها النهارده، اللي انا لازم اطور من مهاراتي. ما هو ما ينفعش اقعد مكاني واقول الذكاء الاصطناعي هياخد مكاني، الذكاء الاصطناعي هياخد مكاني، وانا ما طورتش مهاراتي، ما شفتش ايه الجديد اللي بيقدمه لي تمام كده. ودي نقطه من النقاط الهامه اللي لازم احنا ننتبه ليها، هو هياخد مكاني لو انا ما طورتش نفسي تمام كده. فالنقطه دي نقطه مهمه، انا رفعت لكم على الشات دلوقتي، هي فيديو اسمه الذكاء الاصطناعي بين فوضى التصميم والخوف من المستقبل، فكنت بتكلم على رد على السؤال الذكاء الاصطناعي هيحل مكاني، هياخد مكاني، لا هو مش هياخد مكاني تمام كده، ولا هيحل مكاني، بس الفكره لازم انا انتبه وادرب نفسي. في سؤال اسمه مش عارف انت من وين، انا من مصر وعايش في بلدي الثانيه اللي بتشرف بيها طبعا، بلدي الثانيه السعوديه، انا عايش في الرياض حاليا تمام كده، فبحدثكم حاليا من بلدي الثانيه الرياض تمام، وبعمل هنا في الرياض، فانا مصري بنكهه سعودي زي ما بيقولوا، عشان بقالي فتره طويله في بلدي الثانيه السعوديه تمام كده. في اي اسئله تاني؟ انا جاوبت على كل الاسئله اللي موجوده في الشات، اتمنى اكون جاوبتها بشكل يرضيكم ويشفي ما في صدوركم من شوق للامور الحديثه والتكنولوجيا الحديثه. زي ما قلت لكم هتلاقوا على القناه حاجات كتير، فيديوهات كتير، ده رابط لكل الفيديوهات محطوطه في الشات دلوقتي على القناه في اليوتيوب اللي اتكلمت عن الذكاء الاصطناعي الفترة الماضية، أكتر من 10 أو 11 فيديو، فدي نقطة تستفيدوا منها بإذن الله تعالى تمام. الشرف ليا والشرف لإخواتي جميعا، كل الحاضرين بما فيهم طبعا إخواتي السعوديين، وأنا بحبكم والله، أنا الحمد لله بفضل الله ليا طلاب وليا زملاء وأصدقاء كتير هنا بفضل الله، وده من فضل ربنا. وزي ما أقول لكم يعني اللقاءات الأونلاين دي هي بتجمعنا جميعا في تبادل المعرفة، في القرب من بعضنا البعض، فدي نقطة مهمة. وزي ما بقول كده، من يجد لديه معلومة يعطيها لمن يحتاج، ما توقفوش المعلومة عندكم، مش هتخسروا حاجة والله، هتاخدوا ثواب كبير. ودي النقطة الأخيرة. في حد عنده أي أسئلة أو أي استفسارات قبل ما نقفل البث وقبل ما أترككم في رعاية الله؟ أنا خلصت، واللي عايز يخرج يخرج، ولو في أي تفاصيل قدامكم السوشيال ميديا الخاصة بيا وموقعي الشخصي والقناة، تقدروا بإذن الله تعالى تتواصلوا معايا لو في حد عنده بقى أسئلة شخصية أو غيره من الأمور اللي محتاجة مناقشة كتيرة، تقدروا إن شاء الله بإذن الله تعالى تتواصلوا معايا وإن شاء الله جاوبكم. الحاجات اللي إحنا أجلناها زي الحاجات الصحية وزي الموارد البشرية هجهزها لكم وأرفعها لكم إن شاء الله بإذن الله تعالى على السوشيال ميديا بإذن الله تمام كده؟ تمام، أشوفكم على خير ونراكم على خير، ولا إله إلا أنت سبحانك اغفر لنا ذنوبنا واكرمنا بالخير كله جميعا بإذن الله تعالى، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.